طلعت واطفال للبيت بيش اخترب بثلاثة ونص والله وانا عندي 6000 دينار اي بالله الكريم يعني ايش قد الله هسه حاير شاخذ انا بعد يراد لي بصلي يراد لي كيلو طماطم في مشكله فنقول الحمد لله وشكر على الاتحاد انت متريق لو بعدك لا والله وحق وحق هو الله ما متريق زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت هذا شوف خلي حاجيك احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله الله اكبر عليك وحق هذا الله وحق هذا الله في مال لا تعال يا بتاع في مال لا في مال لا خليني في مال لا انا اقول لك يا خليني لاني اروح انهار واقع والله انا تعبان تعبان